أربع سنوات على رحيل نظام عمر البشير في السودان وسياسيون يفشلون في الوصول إلى رؤية موحدة. تحالف العيون الخمسة للاستخبارات يطالب الولايات المتحدة بتوضيح ملابسات تسريب الوثائق السرية. القوات الإسرائيلية تفشل من جديد في اعتقال متهم بتنفيذ هجوم في الأغوار العام الماضي. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، نبدأها من السودان. في السودان تحل اليوم الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير بعد اندلاع احتجاجات مطلبية في منتصف ديسمبر من عام 2018، تظاهرات سرعان ما تبناها تجمع المهنيين السودانيين، وهو جسم يضع عددا من الأجسام النقابية وحولها إلى ثورة عمت كل المدن والبلدات تحت شعار الحرية والسلام والعدالة. وتوج الحراك الشعبي باعتصام شعبي في محيط قيادة الجيش السوداني في 6 إبريل من عام 2019 بعد مقتل نحو أكثر من 90 من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية. البلاد بعد البشير دخلت في أزمة حكم، والخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لأكثر من مرة عن الموعد المعلن. وكان من المؤمل أن تنتهي العملية السياسية اليوم 11 إبريل تزامنا مع ذكرى عزل الرئيس السابق بإعلان هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما توافقت عليه أطراف الاتفاق الإطاري، ليعقب ذلك الدستور ومن ثم هياكل السلطة، وهو ما لم يتم. ويشهد ملف الإصلاح الأمني والعسكري تعثرا بين اللجان الفنية المكونة بين الجيش والدعم السريع لحسم قضايا الدمج والقيادة والسيطرة.
ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، ناطق رسمي باسم الكتلة الديمقراطية. دكتور زكريا أهلا بيك. وأيضا الدكتور معتصم عبد القادر الحسن وهو المستشار في الأكاديمية العليا، أهلا بيك سعادة اللواء. سأبدأ مع سعادة اللواء. البعض يحمل المكون العسكري مسؤولية فشل هذه المرحلة الانتقالية، لأنه لولا الإجراءات التي اتخذها الفريق البرهان كما يسمونها في الخرطوم انقلابا لما تعثرت العملية الانتقالية بهذه الطريقة. ما رأيك دكتور عدلو؟ لك الشكر والتحية والتحية لضيفك الكريم والتحية للسادة المتابعين. أولا كما ذكرت أن الثورة في تقريركم أن الثورة تفجرت في 11 أبريل 2019 وكون المجلس العسكري. المجلس العسكري منذ بداية طرحه السياسي كان يطرح أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة لا تتعدى العام أو العامين، تحول بعدها السلطة للمدنيين تأسيا بتجربة المشير سوار الذهب في 1985 الذي سلم السلطة بعد سنة في 1986 الحكومة مدنية. كل العراقيل جاءت من النخب السياسية ومن الأحزاب السياسية التي كانت ترى أن تعطى لها فترة طويلة، البعض يرى 10 سنوات وهكذا. وكان الغرض من هذه الفترة الطويلة أن تركيزهم كان على اجتثاث النظام السابق، وكان خوفهم من النظام السابق الذي حاكمهم لمدة 30 عاما، ولم يكن التركيز على البناء في المرحلة القادمة. وهذه المزالة من بعد ذلك، وهم أصروا على هذه المزالة ووقعوا مع المجلس العسكري شراكة في أغسطس 2019. هذه الشراكة استمرت ومن بعد ذلك انضمت إليها الحركات المسلحة في اتفاقية جوبا. وهذه المسألة لم تستمر كثيرا إذا أن كان هنالك خلافات عميقة ما بين هذه الأطراف الثلاثة المكونة للحكومة في ذلك الوقت. هذه الخلافات أقعدت بالحالة السياسية والاقتصادية السودانية وأثرت في معاش الناس وصارت فيها قليلة متمثلة في الحرية والتغيير المجلس المركزي بعض مكوناتها وليس كلها، لأن كثير من المكونات انسحبت منها مبكرا. فهذه القوة تمسكت بأن تحكم لوحدها وأن تتخذ القرار لوحدها بعيدا عن المكون العسكري وبعيدا عن شركائهم من الحركات المسلحة، مما أدى إلى قرارات 25 أكتوبر. 25 أكتوبر ليست هي التي تسببت فيما يجري الآن، 25 أكتوبر هي فتحت المجال لكل هذه المشاورات التي تجري الآن والتي ضمت قوى أخرى لم تكن مضمنة في الفترة السابقة. قوى المجلس المركزي ارتضت أن تضم إليها قوى، والآن هي تتفاوض مع الكتلة الديمقراطية لتوسيع الدائرة، وبعد ذلك تبقى هنالك قوى أخرى خارج هذا الإطار في التغيير الجذري وفي نداء السودان وغيرها. إذا لم يتوافق هذه القوى السياسية لا أسأل يعني دكتور زكريا ومن قال أن يعني المدنيين لم يخطئوا بشكل أو بآخر؟ يعني المدنيون انقسموا على أنفسهم وكانوا أكثر خلافا فيما بينهم من خلافهم ككتلة مدنية مع المكون العسكري. يعني تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، والرحمة والقبول لشهداء الثورة السودانية التراكمية في هذه الذكرى العديدة التي شهدنا فيها سقوط نظام عمر البشير الذي قتل الأبرياء في أرجاء السودان، والذي كذلك يعني سحل طلاب الجامعات في قلب الخرطوم، هناك مجازر بور سودان، مجازر المناصير في النيل الأدرك. بالتالي 11 أبريل ذكرى عزيزة على الشعب السوداني، انتصرت فيه الإرادة الحرة على الدكتاتورية وعلى الأشمولية. عودة إلى سؤالك، قل للأسف نعم، أرى في أن الخلافات التي عصفت المكون المدني كانت الأكثر أثر وضررا على مسيرة الانتقال في الفترة الماضية، وهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل. حتى نكون أكثر شفافية، كان المأمول أن
تمضي القوى المدنية التي شهدت يعني وحدة وتحالفات قبل سقوط النظام السابق في نداء السودان وقبلها في الجبهة الثورية، حتى أنتجت يعني بوحدة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية إعلان قوى الحرية والتغيير. لكن عقب 11 أبريل بدت هذه الخلافات بمحاولة أيضا أطراف باختطاف المشهد، مشهد الانتقال. ظهرت خلافات بين المجموعات الثورية والمجموعات المدنية التي كانت في الداخل. للأسف فشلنا في إدارة هذه الخلافات بالشكل الذي يتسق مع يعني المرحلة، وهذا أيضا أدى إلى تعقيد الوثيقة الدستورية التي تم إنتاجها. هناك إيجابيات كثيرة. الحكومة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك في فترتها الأولى وجدت تأييدا، ربما نقصه أطراف السلام. عقب توقيع أطراف السلام ازدادت قوة هذا التأييد الشعبي، ولكن سرعان ما اختلفنا حول البرنامج، سرعان ما اختلفنا حول كيفية تسري دولاب الدولة. أيضا المكون العسكري، كانت هناك شراكة تجمع بين المكونين المدني والعسكري. المكون العسكري فشل في إدارة هذه الشراكة أسوة بالمكون المدني، فكلا الطرفين يتحملان هذه المسؤولية والفشل في مقابلة أهداف الثورة السودانية المجيدة. ولكن هذا الواقع المرير قل بكل أسف في هذه الذكرى يجب أن يدفعنا لتقديم تنازلات لجهة الرجوع إلى منصة التأسيس والتوافق على الأهداف الأساسية للثورة السودانية في تحقيق واستكمال السلام الكامل والحرية والعدالة للشعب السوداني، والالتفات إلى يعني ترقية قضايا معاش الناس وبناء علاقات خارجية تقوم على احترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخر. نعم. والترتيب الأهم من ذلك الترتيب للانتخابات وفق برنامج وجدول زمني يحدد هذه المحطات التي تفضي إلى العملية الانتخابية بتأسيس مفوضية الانتخابات وكذلك إجازة قانون الانتخابات والسجل. هذا لن يكتمل أيضا إلا بتوافق. هذا التوافق نرى أن المدخل إليه أو الأبواب مفتوحة في ظل الفشل الذي شاب. وأنت قلت التوافق لن ينبني عقاب الاتفاق السياسي الإطاري. دكتور زكريا، أنت قلت التوافق لن ينبني إلا على تنازلات، وهنا أسأل اللواء دكتور معتصم عبد القادر، طيب التنازلات لو أردنا أن يتنازل العسكريون، هم أعلنوا أنهم لن يدخلوا العملية السياسية وأنهم سيعودوا إلى ثكناتهم وشيء من هذا القبيل، لكن أنا أتحدث عن المرحلة الحالية، مرحلة ما بين هذه، مرحلة ما قبل التوقيع على الإطار، وقد انتقل الخلاف إلى خلاف عسكري عسكري هذه المرة بين قوات الدعم السريع والجيش، كما كنا نتحدث عن خلاف ما بين القوى المدنية نفسها. فمن أين يبدأ العسكريون حتى يكون هناك تنازلات لأنفسهم ثم هناك تنازلات بينهم وبين القوى المدنية؟ أنا أعتقد أن حل المشكلة الآن داخل المكون العسكري مسألة أساسية جدا لاستدامة الحكم المدني. إذا لم يكن هنالك جيش واحد، كل الدول الحديثة الآن لها جيش واحد ذو قيادة موحدة تراتبية تتلقى تعليماتها من أعلى رتبة عسكرية إلى أدنى رتبة عسكرية. تخيل أن إذا كان هنالك جيشان في ذو الحكم المدني هش وضعيف، والقوى السياسية فيه لا تملك إلا سلاح الكلمة والبرامج والفكر، والعسكر يتصارعون في تلك البيئة. لذلك أنا أعتقد أن المكون العسكري يصر على أنه لا بد من أن يكون هنالك جيش واحد تحت قيادة واحدة. هذه القيادة هي القوات المسلحة السودانية المؤسسة العريقة المدربة المهنية المحترفة التي يشهد لها الداخل والخارج بمقدرتها على إدارة الشأن العسكري السوداني. أعتقد أن دمج قيادة الدعم السريع داخل القوات المسلحة السودانية في أسرع فترة ممكنة، وقد طلبت القوات المسلحة ما بين 6 أشهر إلى 2 عامين، في هذه الفترة يمكن دمج قيادة الدعم السريع. أما بقية الإجراءات أنا أعتقد أنها إجراءات فنية وللقوات المسلحة السودانية وللدولة السودانية تجربة في هذا المجال تمتد من عام 1973 مرورا بعام 2005 مرورا باتفاقية أبوجا مرورا باتفاقية الشرق. هنالك تجارب في إدماج القوات سواء كان داخل القوى العسكرية أو سواء كان تسريعهم وإعادة إدماجهم. لكن أنت تقر
تكرر نفس الخطأ، ولكن أنا أعتقد هذا سعادة اللواء أنت تكرر نفس الخطأ في داخل المكون العسكري الذي وقع فيه المدنيون والعسكريون، بمعنى إطالة الفترة الانتقالية. أنت يتحدثون عن دمج يصل إلى 3 أعوام، وبالتالي كنا نتحدث عن فترة انتقالية 39 شهر، وبالتالي هي نفس طول المرحلة الانتقالية، نفس طول مراحل الدمج، هي نفس المشكلة التي يقع فيها السودانيون دائما. لا، القوات المسلحة اقترحت 2 عامين للدمج، لم تقترح 2 عامين للدمج، ولكن أنا أعتقد أن الدمج كما ذكرت لك الأساسي في مثل هذه المسألة هي القيادة. إذا دمجنا القيادة لن يكون هنالك جيشان، ومسألة دمج القوات وتوزيعها وتصنيفها وتدريبها واستيعابها هذه مسألة تترك حسب الفترات الزمنية التي تقتضيها، لأن هذه مسائل فنية بحتة لا يمكنك تخطي الزمن فيها. إشكالية الآن في الآن له لابد أن تكون هنالك جيش واحد ذو قيادة واحدة. أعتقد بحل هذه العقدة سيحل المشكل الراهن، وبالتالي سيمكننا المضي قدما في تسليم السلطة للمدنيين. المكون العسكري القوات المسلحة لا تبتغي أي حكم ولا تبتغي أي سلطة، وإنما هي تعتقد أن مهمتها تتلخص في الدفاع عن الدولة وفي استقرار الأمن الداخلي إذا اقتضى الأمر، وكانت هنالك إشكالات تكون خارج إطار سيطرة القوات قوى الشرطة. فهذا الدور واضح جدا للقوات المسلحة، لكن أنا أعتقد أن الآن المشكلة صارت بدل أن تكون النخب السياسية حاضنة للقوات المسلحة ولها برامج اقتصادية ولها برامج سياسية وتتنازل فيما بينها وتتشاور فيما بينها وتأتلف وتختلف، الآن صار المكون العسكري هو الحاضنة للأمر في السودان، صار حاضنة سياسية وحاضنة عسكرية وهكذا. طيب، انا اعتقد ان امر هذا لن يستقيم، لان المتضرر الاوحد هو الشعب السوداني، هو ما يعاني في كل الحالات للاسف. الذي يدفع الفاتوره هو الشعب. دكتور زكريا، هي نفس المساله ايضا كحركات كفاح مسلح، انتم كان لكم دور في هذه المساله، موقفكم من الاتفاق الاطاري، الخلافات لم تنتهي، وبالتالي كيف يمكن ان نبحث عن مخرج بعد كل هذه السنين من سقوط البشير، يعني من هذه المرحلة الآنية، يعني لا نريد أن نعود للوراء كثيرا. القوى الثورية والحركات الثورية يعني تبنت مواقف متزنة ورؤيتها راسخة في ضرورة مخاطبة القضية السودانية بأسبابها الجذرية، وكان هذا الدافع وراء توقيع أو خوض المفاوضات التي انطلقت في جوبا وانتهت بتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان. الواقع المدني أدى إلى تشظي بين الكتل والمكونات المدنية. أفرز الآن 3 مجموعات رئيسة: مجموعة الكتلة الديمقراطية، مجموعة المجلس المركزي، وهناك أيضا المجموعة الثالثة من الجذريين والحزب الشيوعي وكذلك حزب البعث. المدخل والحل بالتوافق بين هذه المجموعات على برنامج لإكمال الفترة الانتقالية، هذا هو الضامن الأساسي لكي تذهب المؤسسة العسكرية إلى الثكنات، وأعني بالمؤسسة العسكرية مختلف التشكيلات العسكرية في السودان، لأن الذي أدى إلى التوترات التي تصاعدت في المشهد السياسي السوداني هو بعض المواثيق التي تم التوقيع إليها. إذن السبب هو أيضا سياسي. بالتوافق المدني نكون قد أغلقنا الباب على هذه التوترات، وأيضا هذه التوترات تمت مخاطبتها في اتفاق جوبا للسلام، وقد وقع على هذا الاتفاق السيد الرئيس البرهان وكذلك نائب رئيس مجلس السيادة القائد حميتي، وبالتالي هو اتفاق ملزم وبشهود دوليين، بالتالي هذا يمثل كذلك اطروحه للحل وتجاوز هذه التعقيدات. انا ارى ان نعم هناك ضوء في اخر النفق على خلفية الروح الحوار التي بدرت بين الأطراف المدنية. جلسنا نحن في الكتلة الديمقراطية مرات عديدة إلى لجنة تمثل الذين وقعوا على ما يسمى بالاتفاق الإطاري. نعم. وهذا الحوار نأمل في هذه الذكرى أن يمضي إلى نتائج إيجابية، ويتطلب أيضا تقديم تنازلات لجهة توسيع معون المشاركة. دكتور محمد زكريا واللواء الدكتور معتصم عبد القادر الحسن، شكرا جزيلا لكما. We'll be right back.
أعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين اكتمال الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها مع الحوثيين في وقتها المحدد الجمعة. وقال ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي في مداخلة مع الحدث إن الجميع أصبح جاهز لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، مشيرا إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير المعتقلات والسجون. وأوضح فضائل أن عملية التنفيذ ستبدأ الجمعة القادمة بسبب تأخر الموعد لثلاثة أيام. طبعا الآلية التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في برن بسويسرا هي آلية تنفيذ جزء من الصفقة التي أو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مارس العام الفائت، وهي 887 مختطف وأسير. طبعا هذه العملية تجري في 3 أيام، طبعا يبدأ اليوم صفر، يبدأ بعمل يعني اليوم صفر يكون فيه طائرات موجودة في المطارات الستة لعملية التبادل بين طبعا سواء كانت صنعاء وتداوين بمارب أو صنعاء وعدن وصنعاء وأبها وصنعاء والرياض وأيضا صنعاء والمخا. اليوم الأول وهو طبعا كان المقرر في يوم 10، وتم تعجيل العملية إلى 3 أيام بسبب الإجراءات طبعا التي أخذت وقت نظرا العدد الكبير عدد الذين من سوف يتم مبادرتهم، تم تعجيل العملية إلى 3 أيام. واليوم الأول سوف يكون بحسب ما اتفق عليه يوم طبعا بعد غد يوم الخميس يوم 13 من هذا الشهر. أول يوم سوف يكون هنالك عملية تبادل بين صنعاء وعدن 250 أسير، طبعا سوف يتم تحريك الطائرة من عدن إلى صنعاء، وأيضا سوف يتم نقل 72 يعني أسير ومختطف من صنعاء إلى عدن، فيما بينهم اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي. هذه أول يوم من عملية التبادل، سوف يتبعها اليوم التالي سوف يكون هنالك يعني رحلتين في نفس الوقت، يعني رحلة من صنعاء إلى الرياض ومن أيضا من صنعاء إلى المخا ومن أبها إلى صنعاء. عند ميليشيا الحوثي أكثر من 1400 مختطف مدني، يعني هنالك كثير من المختطفين المدنيين ما زالوا يقبؤون في سجون هذه الميليشيا، ونحن متفائلين لأن حقيقة الوساطة السعودية والتحالف العربي قدم مجهودات كبيرة في تقريب وجهات النظر في هذه الصفقة، وهنالك يعني تفاؤل وهنالك مؤشرات كبيرة جدا يعني تسعى أو تتجه إلى أنه يتم الإفراج عن الجميع، وهنالك مبادرات سوف تكون بعد هذه الصفقة سوف تكون هناك مبادرات من أطراف متعددة. هنالك أكثر من 887 مقابلة فردا فردا وعنصر عنصر تم مقابلتهم واطلاع على حالتهم والتأكد من هويتهم، وكثير من هؤلاء يعني يعانون من يعني أمراض خطيرة وآهات مستدامة نظرا لظروف اعتقالهم واحتجازهم من قبل ميليشيا الحوثي. هنالك البعض منهم يعني يعاني وضع سيء جدا، هناك توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي ومن فخامة رئيس الجمهورية في الاعتناء بأولا استقبال هؤلاء المفرج عنهم بشكل لائق بما يليق بهؤلاء الأبطال، وأيضا الاعتناء بهم على المستوى الصحي والنفسي وإعادة دمجهم في المجتمع، توفير كل الإمكانيات اللازمة لإعادة دمجهم في المجتمع. وهناك توجيهات واضحة إلى الحكومة والوزارات المعنية سواء وزارة الصحة أو وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والأمن لأجل يعني الأخذ بعين الاعتبار ظروف والأوضاع الصحية للمفرج عنهم. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: مجلس الأمن الأوكراني يقلل من تأثير تسريبات البنتاغون. نتوقع
يتواجدوا هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. وصف الكريملين التقارير الغربية عن نية مصر تزويد روسيا بآلاف الصواريخ بالكذبة الجديدة. بدورها نفت مصر ما نشر عن وثائق البنتاغون المسربة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإنتاج 40,000 صاروخ لروسيا سرا لتجنب المشاكل مع الغرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، مؤكدا على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أبو زيد أن بلاده تحث الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات. هذا ويتخذ مسؤولون أمريكيون كبار إجراءات عديدة في محاولة لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن تسريب وثائق سرية وفق مجلة بوليتيكو. ووفقا للمجلة طلب أعضاء تحالف العيون الخمسة الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وكندا طلب إحاطة بهذا الشأن من واشنطن، لكنهم لم يتلقوا بعد ردا جوهريا. ويطالب مسؤولون في لندن وبروكسل وبرلين وكييف من واشنطن معرفة كيفية تسريب المعلومات إلى الإنترنت والمسؤول عن ذلك، بالإضافة إلى كيفية سحب تلك التسريبات عن مواقع الإنترنت. وأوضح مسؤولون أمريكيون للحلفاء أن الأمر قيد التحقيق وما زالوا يحاولون تحديد حجم التسريب. صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية تشكك في أن الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب هذا الربيع سيتمكن من تحقيق أهدافه المحددة. الصحيفة نقلت عن إحدى الوثائق المسربة أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية العائدة إلى فبراير الماضي تحذر من النواقص فيما يخص حشد القوات وإمدادها، مرجحة أن الهجوم الأوكراني سيؤدي إلى مكاسب محدودة على الأرض. الروسية الأوكرانية قد يتغير الشهر المقبل، والسبب نقص المعدات الجوية العسكرية عند قوات كييف. أزمة أوكرانية تلوح في الأفق، لكن من صالح روسيا التي قد تحقق إمكانية الهيمنة على سماء أوكرانيا، وفق صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق أمريكية عسكرية مسربة. تحد كبير تواجهه الدفاعات الجوية الأوكرانية لنفاد الذخيرة والصواريخ المضادة للطائرات، وتحديداً الذخيرة المصممة بالطريقة السوفيتية لأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها. بحسب الوثائق السرية ستستنفذ أوكرانيا بالكامل مخزونها من صواريخ بك بحلول منتصف أبريل وصواريخ S-300، بالإضافة إلى بطاريتي نيسامز وبطارية واحدة للدفاع الجوي IRIS-T بحلول مايو. وفق الصحيفة إذا تم نفاد المعدات العسكرية هذه، ستصبح معظم البنى التحتية الحيوية لأوكرانيا الواقعة خارج منطقة كييف ومنطقتين أخريتين في جنوب غرب أوكرانيا من دون غطاء للدفاع الجوي،
بعدة مواقع حساسة غير محمية يبلغ 40 بدلاً من 6، النتيجة المحتملة لأزمة الدفاع الجوي استناداً لإحدى الوثائق. قد يفقد الجيش الأوكراني قدرته على حشد قواته البرية بالقرب من الخطوط الأمامية وشن الهجوم المضاد المقرر في الأسابيع المقبلة، واقع لن يغيره سوى وفاء الدول الغربية وواشنطن بوعدهم في تسليح كييف. لكن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قلل من أهمية تسريبات البنتاغون، مشيرا إلى أن القرار المتعلق بالهجمات المضادة يتم اتخاذه في اللحظات الأخيرة مع وضع العديد من الخيارات للعمليات. وقال إن أوكرانيا على اتصال دائم بحلفائها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن البيانات المتعلقة بالعمليات تظل سرية تماما. وأشكك المسؤول العسكري الأوكراني في التقارير حول تغيير الخطة العسكرية بسبب التسريبات، مؤكدا أنها لا تتصل بالواقع. أما في كوريا الجنوبية وتعليقا على التسريبات، فقال مسؤولون في الرئاسة في كوريا الجنوبية إن احتمالات التجسس تظل ضئيلة للغاية في ظل أنظمة أمنية صارمة للغاية لمكافحة التنصت. بعد الإعلان عن هذه المشكلة قمنا بتقييمها داخليا، وأجرت الولايات المتحدة تحقيقها الخاص، وتحدث وزيرا دفاع البلدين عبر الهاتف هذا الصباح واتفقا على أن لديهما نفس الآراء. العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها ملفقة، ولأنها قضية داخلية للولايات المتحدة فإن وزارة العدل التابعة لها ستحقق في الحادث، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. دكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، أهلا بك دكتور. ومن كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراغ رمضان، أستاذ الأوراغ أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ أوراغ، هذه التسريبات إلى أي حد هي مؤثرة؟ يعني البعض يقارنها بويكليكس وغيرها، إلى أي حد هي مؤثرة في ما يتعلق بالصراع الدائر أوكرانيا روسيا وأمريكيا أيضا؟ شكرا على الاستضافة وشكرا للضيف الكريم وللمتابعين عبر قناتكم. طبعا هذه التسريبات التي أتت عبر الإعلام الغربي والصحف الروسينا كما نعرف واشنطن بوست تايم وغيرها بوليتيكو، هي فقط تغطي ما يعرف التعبئة الإعلامية والتحفيز من أجل الدعم لأوكرانيا، لأن حقيقة أنا أوافق دليلها مين في الأمن الأوكراني والدفاع وكذلك مسؤولون آخرون، أن الأمور التي تتعلق بالاستعداد للهجوم المعاكس والمناورات الأوكرانية هي في أتم السرية، يعني لا يمكن يعني نشر هذه الأمور بهذا الشكل لاعتباطي. لكن أنا أرى أن وراء هذه الزوبعة الإعلامية هي محاولة للتعبئة وتحفيز الحلفاء لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، لأن جعل هذا الموضوع يخص المواطنين الذين في الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا في الدول المحالفة لأوكرانيا والحكومات، لأجل يعني إيجاد طرق جديدة، وكذلك هي عملية شبه اهتزاز إن شئتم للحكومات التي تدعم من أجل التغيير أو الذهاب من أجل رفع مردود الإنتاج وكذلك خاصة ما يخص التسليح وتقديم أوكرانيا ما تحتاجه، وخاصة الطائرات يعني مثل طراز F-15 F-16. يعني كل هذه التسريبات هي تخدم يعني من ناحية أخرى التعبئة الإعلامية من أجل الحصول على ما تريده الدولة الأوكرانية لكي تبرز أوكرانيا أنها في أمس الحاجة وفي قضية وجودية بالنسبة للدولة الأوكرانية. نعم. أما هل هي ستؤثر؟ هل هي لن تؤثر؟ لأن ما يخص الخطط الاستراتيجية للدفاع أو للهجوم المعاكس فهي ستتخذ في نهاية الخطة، يعني في نقول في الساعات الأخيرة، وهذا يعني من الغيب الاستراتيجي هكذا. طيب. وأنا وافق المحللون الأوكراني. طيب الدكتور عقيل عباس، هنا سؤال إلى أي حد أمريكا، بقى السؤال في أمريكا كبير جدا وهو مسألة الاختراق والمطالبات بكشف التفاصيل وكيف حدث هذا، وأسئلة كثيرة في الأمن
في الأمن الأمريكي نفسه يعني. شكرا لك على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهورك. هذه التسريبات مقلقة بسبب حساسية بعض المعلومات فيها التي قد تؤثر على مسار الحرب في أوكرانيا. هناك الكثير من التسريبات تتعلق بالآراء والتقييمات، ليست بالضرورة مهمة، لكن المهم مثلا نوعية الأسلحة التي لم يعلنها الغرب، لم تعلنها الولايات المتحدة، التي تعطى لأوكرانيا تحضيرا أو دعما لها في هجوم الربيع. معرفة نوعية هذه الأسلحة والمعدات العسكرية يفيد الروس كثيرا في تصور المناطق التي تستخدم فيها هذه المعدات، لأنه بعضها مثلا معدات لإزالة الألغام، بعضها معدات تشتغل في مناطق معينة وليست مناطق أخرى. طبعا مع القدرات الاستخبارية الروسية هذا يساعد الروس على تكوين صورة دقيقة نسبيا بخصوص أين الأشياء ذاهبة. لكن أيضا هذه التسريبات لم تحتوي على الخطط، هذا يمنح أوكرانيا بعض المناورة، تحتاج أن تغير يعني بعض الأشياء. الجانب الأوسع في هذه التسريبات هو يعني في الولايات المتحدة دائما هناك تسريبات، الحكومات المتعاقبة يعني على مدى العقود حقيقة تعاني من هذه الإشكالية. لكن ما حدث هذه المرة ليس على وزن ويكيليكس مثلا، لو تذكر دكتور عقيل. ليس على وزن، هذا ما أريد أن أقوله. كحجم، حجم المعلومات ليس كبيرا، لكن هناك نوعية عالية متميزة بخصوص المعلومات. يعني نحن نتحدث هنا عن اطلاعات بمعنى وثائق تستخدم لإطلاع رئيس الولايات المتحدة على حالة الحرب، هذه أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية. في السابق لم يكن ممكن الوصول إلى مثل هذه المعلومات، تسريبات ويكيليكس وما قبلها، الكثير منها عن حرب العراق مثلا، تقارير دورية تأتي من قادة الوحدات في الميدان تبعث إلى البنتاغون، تقارير تبعث من السفارة إلى وزارة الخارجية، لكن ليس بهذا المستوى العالي. قليلة لكنها مقلقة، وأعتقد هنا هي الإشكالية التي تواجهها الولايات المتحدة. ولذلك أعلن البنتاغون أنه بصدد إعادة النظر في من ينظر على لهذه الوثائق، لأنه أعداد كبيرة عادة من الموظفين الحكوميين ينظرون لهذه الوثائق في إطار عملهم. هذا سيتقلص الآن، على الأقل سيتقلص، نحتاج أن ننتظر ونرى كيف سيتقلص. أستاذ أوراق رمضان، عدنا إلى أجواء الحرب الباردة، حرب الوثائق، حرب المخابرات وليس حرب السلاح، يعني الحرب الباردة أو الحرب الثقافية الباردة كما كان يصطلح عليها في هذه المسألة. يحرز الروس، أنا أطرح جملة وأنت تقول موافق عليها أو تحللها، يعني يقولون يحرز الروس هدفا في مرمى الأمن القومي الأمريكي هذه المرة، هل توافق على هذه الجملة؟ طبعا جزئيا أوافق حقيقة، لأن الدولة الروسية أو الاتحاد الروسي الآن هو يستثمر ويستعمل الإرث السوفياتي والإطارات السوفياتية موجودة، حتى أن الرئيس بوتين كان يعني ضابطا في الكجيبي الروسي. هذه الآليات وهذه يعني التقنيات توظف وتستعمل، ففي هذه الحالة ممكن نقول أن أحرزوا، لكن بطابع جزئي. هناك الروس لديهم الكثير من النواقص، يعني ينتقصون إلى ما يعرف بالمد والتقنيات الإعلامية الاستخباراتية والاستعمال هذه التقنية، فهم الآن في أمس الحاجة لإعادة تشغيل المنظومة الإعلامية والمعلوماتية، وهم الآن يتحدون أو يتحالفون مع الصين، وقد أطلقوا أقمار صناعية من أجل تحديد المواقع ومن أجل ذلك التجسس على ستارلينك. يعني هناك منظومة الأقمار الصناعية التي تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في العمل لتحديد المواقع. فنحن سنكون الآن على عتبة حرب باردة أو ربما شبه ساخنة في الحرب الإعلامية الاستعلاماتية الاستخباراتية، وما حصل الآن هو جزء، هو بداية لهذه المسألة. وأظن أنها ستأتي موجة أخرى من التسريبات، والتي ستكون للأسف الشديد ربما ستؤثر على مجرى الحرب،
لأن الحرب الحديثة أو الراهنة هي ليست فقط المدفعية أو القذائف، هي تصويب القذيفة إلى الهدف بمعلومة دقيقة، وهذا لن يحصل إلا إذا كانت تغطية استخباراتية وتركيز معلوماتي مهم وعمل المخابرات. لكن أستاذ أوراغ، ما أكثر ما استوقفك مما سر البياني كشخص مهتم بهذا هذه المنطقة، روسيا وأوكرانيا ومنطقة وأنت في مركز الأوراسيا؟ نعم، الشيء الذي أراه أن هناك خرائط، هناك الكثير من نوع الأسلحة كما ذكر الزميل الفاضل عقيل. ولكن الشيء هو عدد الضحايا. نعم عقيل، نعم عدد الضحايا الذي سربت يعني وهي قليلة يعني بالنسبة للخسائر المعنوية لدى القوات المسلحة الروسية، وكأن هذا الأمر يخدم الروس بطريقة أو أخرى. طيب. هنا الشك، هل هذا التسريب أتى من الغرب أو أنه عبر عن تنظيم وتنسيق روسي مع بعض الجيوب الاستخباراتية المرتبطة بروسيا في الغرب؟ يعني هذه كذلك مسألة، يعني عدد الضحايا هذا يعني يخدم روسيا أكثر ما يخدم هذا الشيء الذي. دكتور عقيل، الموقف الأمريكي مقنع بالنسبة لك؟ الموقف الأمريكي الرسمي في التعامل مع هذه التسريبات مقنع بالنسبة لك؟ من ناحيته القانونية طبعا الحكومة محرجة أن مثل هذه الوثائق تظهر، وهي بالتأكيد لن تظهر حرجها، فتحاول، أنا أعتقد هذا سلوك طبيعي لكل حكومة، فتحاول أن تغطيه بخطوات قانونية وبدعاوى إصلاحية وإجرائية. لذلك حولته إلى وزارة العدل من أجل اكتشاف من هم المذنبون، من هم وراء هذا التسريب، هذا أولا. ثم تقوم ببعض الإجراءات الإصلاحية إدارية لمنع مثل هذه التسريبات. طبعا التسريبات محرجة لأنها تظهر يعني أن الولايات المتحدة كانت تتابع حلفائها معلومات بخصوصهم. أنا بتصوري أنه الذي يعني سيحصل أو ربما هذا جزء من الموضوع بدون الدخول في تفسيرات مؤامراتية، قدر من هذه الوثائق، لأننا نعرف أنها كانت على مدى شهرين في الإنترنت في أماكن معينة محددة ولم ينتبه لها، يمكن أن تكون جزءاً من جهد استخباري متعمد للتضليل. للتضليل من قبل من؟ من قبل من دكتور عقيل؟ طبعا من الصعب التأكيد، لكن أنت في العادة تتابع من هو المستفيد. إذا أدى هذا التضليل إلى تقديرات روسية خاطئة، فهناك أياد أمريكية أو أناس استطاعوا أن يصلوا إلى وثائق ويستخدموها مع إظهار، يعني بعض الوثائق لها مصداقية. عمليات التضليل عادة يمكن يعني تشتغل هكذا، عمليات التضليل الجيدة الفاعلة لديك معلومات دقيقة تعطيها، لن تأثيرها لن يكون كبيرا، بجوارها معلومات تبدو دقيقة لكنها مضللة، هذه المعلومات تتعلق بقضايا تكتيكية، بقضايا تغير الأشياء على الأرض. هذا لا. يمكن أن يكون أحد السيناريوهات المحتملة، لكن بغض النظر أي سيناريو هو الصحيح، علنيا هذا الموقف كله محرج للولايات المتحدة. شكرا جزيلا دكتور عقيل عباس، وأيضا أستاذ أوراغ رمضان، شكرا جزيلا لكما. أفاد مراسل الحدث أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين من جنين بين المعتقلين نجل المطارد ماهر تركمان في جنين المتهم مع والده بتنفيذ عملية في منطقة الأغوار في سبتمبر من العام الماضي، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت المدينة فجر اليوم لتنفيذ عملية الاعتقال التي فشلت بتوقيف ماهر. شباب
هيا هيا شباب هيا ملام شباب هيا هيا شقيق أحد المعتقلين روى للحدث تفاصيل اعتقال أخيه على يد القوات الإسرائيلية. والله ما بعرف إيش قاعد في الدار عند الله بعباد الله، ما بعرف أي شيء. سمعت صوت الجيش كركعة، ما سمعت، ما عرفت الجيش ولا لا. طلعت فتحت الباب ولا هو واقف جنب عم جابه، يقول له فوت جوا. من ها أنا ماذا روح الجيش، انسحب الجيش، تنعرف تطلع من الدار، وما عملتش لأنه كان في جبال طلع من هاي الدحل اللي هون. طلع جاب الجيش وطخ عليهم كم تقدم على الدار. لما سحبوا بالمره جيت اشوف الدار ولا زي ما انت شايف، لا لقيت احمد مسحبينه ومعتقلينه والدار زي ما انت شايف طبخينه. حتى الصور ما سلمت منهم ولا اثاث سلب منهم. صوت المخابطه كانت عندي يعني اكثر من ساعه، ساعه ونص هم جوا الدار هنا. بس خلص ما بعرف شو اللي صار عندهم، ما بعرف. هاي الاخبار يعني هاي الاحداث اللي صارت، لانه كل مره بطلبوه يعني مرتين يطلبوه مرتين وانا كنت معهم. طلبونا ورحنا قابلناهم وروحنا ما في اي شيء. قال لهم احنا بدنا اياكم، احنا بنجي او بنتصل معكم. طبعا بكون هو اخوه يعني الاسير شو اسمه الشهيد محمد، وابن عمه محمد الثاني، وابوه المطارد، وابن عمته حسن مروان تركمان من الاردن، واخوه كمان محمود اللي عمره 14 سنه كمان معتقل على وضوء العمليه عمليه الاغوار. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية للحدث إن اشتباكات اندلعت بين عناصر أمن ومهاجرين من جنوب الصحراء خلال فض اعتصامهم أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس العاصمة. وأضاف المتحدث أن عددا من طالبي اللجوء عمدوا إلى تهشيم سيارات والاعتداء على عدد من المارة قبالة مبنى المفوضية، مؤكدا أن المعتصمين وخلال فض الاعتصام دخلوا في اشتباكات مع رجال الأمن. وأوضح للحدث أن المعتصمين استعملوا الحجارة والعصي وأيضا قوارير الغاز، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم فيما لذا آخرون بالفرار. ويذكر أن عشرات المهاجرين الأفارقة يعتصمون منذ أيام أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمطالبة بإجلائهم من تونس، وذلك بعد دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا إلى التصدي لظاهرة تدفقهم على بلاده، محذرا من مخطط لتوطينهم بها. أحد أهم المعالم التاريخية في قلب القاهرة بناه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله جامع الأزهر،
يتوافد إليه الطلاب المصريون والوافدون، يقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله ويتدرسونه ويتحلقون حول الشيوخ والمعلمين. مصر حضرت، برايا حضرت، مصر الأزهر، الله أكبر، مصر دي بلادي أنا. منذ 1053 عاما وحتى يومنا هذا وفي رحاب أروقته، يتوافد الآلاف من المصريين والطلاب الوافدين، يقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله ويتدرسونه ويتحلقون حول الشيوخ والمعلمين، وما زال الجامع الأزهر محتفظا بمكانته في العالم الإسلامي، ويجمع في شهر رمضان أكثر من 120 دولة على مائدة واحدة. على قدم وساق تجري الاستعدادات يومياً عقب صلاة العصر لإفطار 4000 طالب وافد من أكثر من 100 دولة أجنبية هنا في صحن الجامع الأزهر، الذي ينظم العديد من الفعاليات العلمية والدينية والدعوية طوال الشهر الكريم. ما أن يفتح الجامع الأزهر أبوابه في الساعات الأولى من النهار حتى يتوافد الطلاب ليشاركوا في الأنشطة المختلفة الدينية والعلمية، وبعضهم يراجع دروسه، والآخر ينضم لزملائه في تنظيم مائدة الإفطار، حيث يقوم الطلاب بتسجيل أسمائهم عبر بوابة الأزهر ليعرفوا صف ومكان وجبتهم اليومية. الحمد لله، في العام الماضي كنا نعاني نحن الطلاب الوافدين عامة، ففضيلته فنظر وشاف أن الوافدين يعانون يعني بعد بداية خلال أسعار، فقال فيعمل إفطار جماعي للطلاب الوافدين. وأنا هنا في إفطار في الثانية، وطبعا فرحنا بهذه الإفطار من إمام الأكبر. بعدما نؤدي صلاة الفجر نستريح شوية، وبعد صلاة الظهر نقرأ القرآن لحد ما نصلي العصر، وبعد العصر نأتي مباشرة إلى الجامع الأزهر الشريف ولحد ما نستنى الإفطار. مبادرة الأزهر بإفطار الطلاب الوافدين بدأت منذ العام الماضي بتقديم 1000 وجبة، ومع شدة الإقبال تضاعفت لتصل إلى نحو 5000، تزامناً مع ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الذي أقيمت فيه أول صلاة في شهر رمضان عام 1972. أظهر القدوة في كل المجالات وفي كل الأمور، فإحنا بنقدم العامل الإنساني، ودي رسالة لكل شعوب العالم إن إحنا نهتم بالوافدين والمغتربين عن أوطانهم. عندنا أكثر من 110 دولة بترسل أبنائها، وعندنا أكثر من 40,000 طالب وافد من شتى بقاع العالم الإسلامي. شهر رمضان له مذاق خاص في الجامع الأزهر الذي ما زال يقوم بدوره في إزالة فواصل الثقافات وجمع كل الجنسيات حول العلم والدين والحياة. راندا أبو العزم، الحدث، القاهرة. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، أعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن. لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.